النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. كشف رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام والويل أمس السبت أن مجمل الصادرات الغذائية الفلسطينية إلى العالم تبلغ سنوياً نحو 160 مليون دولار أمريكي من أصل مجمل قيمة الصادرات المقدرة بنحو 700 مليون دولار، ويعد هذا الرقم صغيراً نسبياً إذا ما قورن بحجم صادرات دولة مجاورة مثل الأردن، والتي بلغت في العام الماضي قرابة 4 مليارات دولار وفقاً لأرقام صادرة عن دائرة الإحصاء العامة الأردنية. واصل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 65%، مدفوعاً بمكاسب ملحوظة في مؤشر قطاع الخدمات. على صعيد النشاط فقط، بلغ معدل تعاملات اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي قرابة نصف مليون دولار أمريكي مقابل نحو 400,000 خلال الأسبوع الذي سبقه. قال البنك الدولي في تقرير أعده الاجتماع للمعونات سيعقد في الأمم المتحدة إن الحرب في سوريا ستكلف لبنان 7.5 مليار دولار في خسائر اقتصادية متراكمة بحلول نهاية العام القادم. ويقدر التقرير أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان سيخفضان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% سنوياً، وسيضاعف معدلات البطالة إلى 20%. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من احتمال عجز بلاده عن الوفاء بالتزاماتها المالية إذا لم يوافق الكونغرس على زيادة سقف الدين العام، وانتقد أوباما خصومه من الحزب الجمهوري لمحاولتهم إلغاء تمويل قانون الرعاية الصحية في مقابل رفع سقف الدين، وذلك خلال تصويت لمجلس النواب الأمريكي جرى أمس. وفي كلمة له أمام عمال صناعة السيارات في ولاية ميسوري الأمريكية أمس، ندد أوباما بتصويت مجلس النواب هذا. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل.